ست دقائق لعب شوط اول. بوفون مع زيزو عملوا ايام مع اليوفي، لكن اليوم كل يغني على ليلى. زين الدين زيدان، الامبراطور والعنكبوت، بوفون، زيزو، زيدان، والهدف لا يضيع لهدف. هدف هدف هدف، 1-0 للفريق الفرنسي. والله حتى ركلة الجزاء بكل الإثارة، هيتشكوك فرنسي، هيتشكوك إيطالي، وراسي وليزوندو بينالتي أو نو، ثم الهدف سي أو نو. 1-0 من زين الدين زيدان، كورة رائعة، هدف أكيد، هدف أكيد، زيزو في المرمى، مستحق لفرنسا، مؤكد لفرنسا. شوف داخل المرمى، 1 الإمبراطور، 0 إيطاليا. إذن الهدف الأول والنهائي يبدأ بأغلى اللحظات، بأحلى اللحظات. زيدان في 5 أهدافه العالمية هنا بهذه اللقطة، يتعادل مع